بعد غيبوبة قريبة من الموت المؤكد، استشهد الشاب عبد العزيز موسى العبار ذو 28 عاما صباح اليوم الجمعة. العبار أصيب عندما قمع قوات النظام موكب التشييع الإعلامي علي الموسوي مراسل قناة العالم في 23 من فبراير شباط ببلدة سار قرب العاصمة المنامة، إذ فتحت القوات نيرانها على المشيعين واستهدفتهم بشكل مباشر، ما أسفر عنه إصابة الشاب العبار بطلق ناري في رأسه أدخلته في غيبوبة منذ ذلك الوقت حتى استشهاده اليوم الجمعة. ويعد العبار الشهيد الرابع منذ دعا ولي عهد النظام سلمان الخليفة لما سمي بالحوار في يناير كانون الماضي، في حين جدد والده حمد عيسى الخليفة الإعلان عن استمرار الحوار أمس الخميس 17 من إبريل نيسان الحالي، الأمر الذي رفع حدة الغضب الشعبي والسياسي وأثار حنق الشارع المعارض بعد تصريحات حاكم البلاد التي كانت مغايرة لما يجري على واقع الأرض.